إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله أيها المؤمنون حق تقاته، واعبدوه حق عبادته، واعلموا أننا في الجمعة الأخيرة من شهر شعبان المبارك نودعه ونستقبل شهر الخير والصيام. علينا أن نكون قادرين على استقبال شهر رمضان الكريم بالطريقة الأمثل، فيا عباد الله، قد أظلكم شهر كريم، موسم عظيم، فرض الله عليكم صيامه وسن لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم قيامه، فادعوا الله أن يبلغكم هذا الشهر العظيم، واستقبلوه بالنية الصادقة والتوبة الخالصة والتباشر والتذهب للعمل الصالح والتشميت. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرحب ويبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه فيقول: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، كتب الله عليكم صياما، فيه تفتح أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل في الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فاستقبلوا يا عباد الله هذا الشهر بالفرح والسرور والاستبشار والعزم على العمل فيه بما يكون سببا للفوز بالجنة والنجاة من النار والمغفرة من الذنوب ونيل الرحمات والإتق من النيران. ولا يكن هم أحدكم الاستعداد لتنعيم الماكل والمشارب وإعداد أصناف الأطعمة كما هو حال أكثر الناس في هذه الأزمان، يتنافسون في شراء أصناف الطعام والشراب ويبذلون الأموال الطائلة في ذلك. فانتبهوا يا عباد الله لأنفسكم، وتعرفوا على جهد الصحابة والسلف في رمضان الكريم. فقد كان سفيان الثوري رحمه الله إذا دخل رمضان ترك جميع الأعمال وأقبل على قراءة القرآن، وكان الشافعي رحمه الله يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة، وكان الإمام البخاري رحمه الله يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة، ويقوم بعد التراويح بكل 3 ليال بخدمة. فاقبلوا يا عباد الله على قراءة القرآن في شهر رمضان، لأنه شهر نزول القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه فيقول: قد جاءكم شهر رمضان، فيه تفتح أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل في الشياطين، فيه ليلة. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه،
وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على رسوله الكريم، وقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تغفر لنا كل ذنب، وان تيسر لنا كل امر، وان تكرمنا بالخيرات، وان تجعلنا من الذين تقبلت منهم العبادات في شهر شعبان، وان تعيننا في شهر رمضان على الصيام والقيام وحفظ اللسان مولانا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك وأنت القادر على كل شيء أن ترزقنا الخير والرحمة والبركة في شهر رمضان، وأن تجعله شهرا مليئا بالمسرات والأفراح علينا وعلى سائر المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا أيامه في صحة وسلامة وعافية، وأعنا على صيامه وقيامه، واجعلنا فيه من المقبولين لا المحرومين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.